عد السرعة شوية يا حسن. اسبقني انت وانا هحصلك. ها مستني ايه؟ ما تمشي. كنت عاوز اشرب مروانة. بدك تشرب لبن ولا مي مروانة؟ ان كان معك فلوس بنعطيك شربة لبن احلى من العسل، وان كان ما معك بنعطيك شوية مي صدقة. ايش قولك يا شيخ؟ ما نلاقي قروش؟ خدي الريال ده كله ليكي، بس سقيني. مروانة اعطيه ماله واتركيه ينصرف عنا بسلام. عابر سبيل عطشان يا يمه، ما نسقيه؟ شطان ابعدوا ابعدوا، كفى يا انصات كفى يا عزاد. بدو اشطان اقرب اقرب. كفى يا عزاد بدو بدو. كفى يا عزاد اشطان اشطان. اسمك حلو قوي يا مروانة. انتوا بتمروا من هنا كل يوم؟ روحي لحالك واتركنا لحالنا يا شيخ. روح توش الا الحته المقطوعه دي تتقابلوا فيها. يوم وعدك الساعه كام؟ مفيش ساعه محدده، لكن المفروض ان ده طريقها المعتاد. طريقها لنصبر خمس دقائق اخرى. تكونش من نسوان اللي شكرون. امال ايه اللي هيجيب واحده بنت ناس في حته مقطوعه زي دي؟ بس اهلت يا شكرون. يا فين يا ابني؟ ايه؟ طب استنى جعفر. كنت واثق انها ستجيء. هي فين دي؟ من فضلك انا وصديقي عايزين نشرب من لبنكم الطهور. رجع فلوسك لجيبك يا شيخ، لبننا ما هو للبيع، وان بعنا ما نبيع لي مثلك. ان كان شيطانك صور لك تغوينا بالمال، نحن قوم شرفنا هو عرضنا ما ينباع بالمال. حاشا لله يا حاج. ويكون بعلمك نحن ورانا رجال يقطعوا رقاب. صون عمرك ونزاع عن طريقنا يا شيخ، يكفيك شرنا ويكفينا شرك. الله ما تروق يا مامي. ابعد نزاع لاضرب العصا هادي في عينك. الله ما تقولي يا شلا صحيح. ولو عليك كلمه اشرب ما تعرف. حقك علي حقك علي يا حاجه. ما تستنى يا شكرون. احنا اسفين
واللي وجهك وتقدمي يا بنت. قدمي 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 يلا قدمي. هي دي يا اخويا؟ يا ساتر. ما تفوق يا جدع بلا خيبه امل، بقى تصوم تصوم وتفطر على بصله. ارجوك يا شكرون. بلا شكرون بلا زفت، قلب دماغي وعمال تقول لي الجته والشعر والعينين. ده انت ذوقك بلا دمع زرقب حمار. اتعشيت يا سي جعفر؟ والله حضر لك العشاء. مالك يا ابني كفل الشر؟ قلبي حاسس ان غيابك بره ورا حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كبيرنا ورجلنا، إن كان حاجات كلام قوله هو جاوبة. يا مولانا أمدك الله بالصحة والعافية. يا أخويا اللي بيكلمك ده بحفيد السيد الراوي، رجل البر والتقوى. مين؟ السيد الراوي، الرجل الطاهر بتاع ربنا. إحنا بتوع ربنا، هو مش ربنا بيسلط أبدان على أبدان؟ احنا بقى الابدان اللي بتتسلط على المغفلين اللي زيكم، نبقى بتوع ربنا ولا لا؟ ايه اللي رماك علينا؟ انا جاي طالب ايد بنتكم المصون مروانه. معاك يا مالك؟ كل ما املك مستعد للدفع في الحال. اقعد وطلع اللي في جيوبك. لا مؤاخذه عمنا، احنا جايين بس نربط كلام وناخد معاك. كلام ايه يا روح امك التراخ؟ ده بيقول كلام، فاضيين احنا للكلام والحواديت. معاك كامل كويسين، هاتوا المأذون. حسيت يا فلان يا جنان يا ناس على ده وليك يا عشاق النبي صلى استني بس افهمك.
لا مؤاخذة يا مروانة، شغلتني عنك الأوراق. أصل الأوراق دي كنز. فلوس؟ لا، أغلى من أي فلوس في الكون. دي مذكرات أبويا. أبويا كان فيلسوف كبير، كان شاعر وجورنالجي. كان بيبيع جرانين؟ لا لا، كان بيكتب في الجرانين. والدي ده شخصية غريبة، أنا متذكرش ملامحه، لكن حاسس إنه صاحبي قوي يا مروانة. بصي، كاتب هنا أحاسيسه لما شاف أمي أول يوم. وصفه لأحاسيسه كانوا بيتكلم عني نهار ما شفتك أول مرة. بيقول: حين تلاقت عينانا شعرت أني سباح خلق ليعوم في بحور تلك العينين. شعرت أن شعرها ليل يدعوني للسهر. استني بس أفهمك. بسرعة يا مروانة، دقيقة واحدة. جاي دقيقة واحدة. أيوة جاي. أيوة جاي أهو. ألف مبروك يا زين العرسان. الله يبارك فيك. مبروك يا عرفنا. الله يخليك، يا أهلا بيكم. أمال فين عروستنا؟ أصلها بتقضي حاجة وجاية حالا. حاسب الورق. يا أهلا وسهلا، يا أهلا. اتفضلوا استريحوا. يريح قلبك. جايبين لك مفقوطة يا سيدي. الله يخليك. يا أهلا بيكم. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. عريسنا يلي هنا. إيه النظام؟ نعم. نعمل عليك. جزاك الله يا محمد يا شكرون. يعني بتشوفه من آن لآخر؟ العيش والملح يجبروني أشوفه يا مولانا، وانت أصل الأصول وأبو الواجب. إذن بلغوا إن إدارة الأزهر وافقت على عمل ملحق له بعد شهر من الآن. وصل له الكتب دي علشان يذاكر، يمكن يلحق قطر العلم والنور قبل ما يفوته.